السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفة جديدة يعني انتم عارفين عنها، ماشيين كل يوم حاجة جديدة بإذن الله بطريقة مختلفة هتهبركم ان شاء الله. النهارده معايا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. معايا يا جماعة هنا كام واحد اتكلماني كده ان شاء الله هنحشي النهارده بإذن الله. ومعايا ايه؟ طبعا اللي هو الرز والحاجات دي اللي خدتها، رز بتاعت الكلماني خدتها وقطعتها هي، وايه كام جمبريه كده، دي ايه الحشوه بتاعته. ممكن برضو تحشيه عادي برضو من غير الكلماني المقطع ده عادي، يعني ده اختيار يا جماعه. وده يا جماعه فريك طبعا، في ناس كتير بيحشوا رز بس ان شاء الله مع مقشور ان شاء الله حاجه متميزه ان شاء الله وهتعجبك. ده فريك ان شاء الله. ودي بصله يا جماعه متقطعه كده قطع صغيره. طب معايا يا جماعه معلقه ملح حسب رغبات حضراتكم، ودي معلقه كمون، ودي بهارات السمك، ودي يا جماعه كوسه طيب اختياري برضو، ودي نص معلقه فلفل اسمر. طيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. هي وقع على النار، هي فيها سمنه بلدي كده معلقتين او سمنه على زيت براحتكم. هنزل بقى بالصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبيبي انا ايه هشوح فيها، مش عايزاها تاخد لون، هتبقى كده معاك صفار بسيط. وشوف هنعمل ايه. طيب هي اديت لون بسيط خالص اهو. هنزل بقى بالحبه الجمبري بتوعي والايه والرز الكاليماري. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبيب قلبي اهو شوحت الرز الكاليماري وحته الكاليماري مع حبتين الجمبري اهو شوحتهم مع بعض. هنزل بقى يا جماعه بالفريك. انا نسيت اقول لكم ان انا نقعاه ميه سخنه من بالليل ليله كامله عشان يستوي معايا. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم واديهم تشويحه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو الريحه بقى يا جماعه ما اقولكمش ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالتوابل. بسم الله الرحمن الرحيم بتاعته اهي. شوحوا يا جماعه اهو مع بعضين اهو التوابل الجميله، ريحه بقى ما اقولكمش يا حبايبي. بصوا يا حبايبي بقى الريحه الجميله بقى ما شاء الله والمنظر الجميل. هنزل بقى يا جماعه ايه برص كوبايه الميه دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بس يا حبايبي انا مش هغطيه بالميه عشان انا قاعده مده كبيره، وان شاء الله ايه هنزله تلات ارباع سوا ان شاء الله. فلما تبرد الحشوه الجميله دي هنحشي الكلماري ونشوف نعمل ايه مع بعض. الخلطه هجهز هنا هستنى عليها. عودي نفسك ان شاء الله اي حاجه تحشيها ان شاء الله لازم الايه الخلطه دي تبرد، سواء حمام سواء اي حاجه. دي ان شاء الله حصري، مش هتلاقي الوصفه دي الخلطه المتميزه ان شاء الله من مطبخ موشين باذن الله. هجيب بقى ايه هتبل الكلماري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم معلقه صغيره ومعلقه كمون وبهارات اللي هي السمك. هتبله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم هتبله معاكم يا جماعه من جوه وبره ونشوف هنعمل ايه. جوه وبره كده اهو شويه طعم ان شاء الله. الجماعه الحشوه دي ان شاء الله متميزه ان شاء الله، تلاقيها ايه مختلفه شويه. تعمليها ايه على سفره رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طب ده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا يا حبيبي بقى كده هامله الكلمات ده يا جماعه. بصوا لحد الايه هو ان شاء الله هشد المساحه ايه الفرك يستوي وكده. اكمل سواء دخل على سواء كمل في صوف الفرن واقفله بالخله ان شاء الله من هنا ومن هنا ونشوف هنعمل ايه. بالخير اهو عشان كبير ما شاء الله. جبت عصاره الشيش طاووق وكسرتها وقفلته من هنا يا جماعه ومن هنا. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تشيل بصلصه، صلصه بس تكون خفيفه شويه، هي ايه طماطم وكده يعني. لكن عندي ان شاء الله شوربه جمبري، اللي هو شوربه جمبري اهو هغطيه بيه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. او ممكن شوربه سمك هغطيه اهو، غطيه شوربه الجمبري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم غطيه اهو بورق الفويل ان شاء الله. احط على الرف في النص، في الرف النص ان شاء الله. هشغل الشوايه تحت الاول على درجه حراره 180 ان شاء الله. وبعد كده ايه بعد 10 دقائق او ربع ساعه ان شاء الله نشوف نكشف عليه، وبعدين نحط فوق الشوايه ان شاء الله. ولو تختبري ازاي هو استوى تجيبي كده شوكه وتغرزي فيها، لو غرزت يبقى تمام، وندي الوش على الشوايه نشوف ان شاء الله المنظر النهائي مع بعضينا. بص يا حبيب قلبي ده الشكل النهائي ان شاء الله. بعد ما حطيته على تحت غلي شويه تلت ساعه، وبعدين ايه غزيته كده اهو لسه ما كانش استوى، فحطه على الرف نص وحطه ورق الفويل عليه، ورحت رافع على ورق الفويل، رحت عامله الشوكه غرزته وراح قلته استوى. تمام. هياخد يا جماعه معاكم ممكن ايه نص ساعه وخمس دقايق. تمام. عملت طبعا سويت اللي هو الرز اللي هو يا جماعه سويت اسفل اللي هو الفريك بقى الباقي اهو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله كنت اقلب اهو يا جماعه اهو ما شاء الله. نختبر بقى يا جماعه الكلماري اللي اول مره حصرها، هتلاقيه ان شاء الله على قناه ام اشيل محشي فريك حصريا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو.
بص يا حبيبي، اول مره ان شاء الله تشوف الابداع ده مع المشين، يشرفك ان شاء الله. الوصفه دي على سفره رمضان ان شاء الله باذن الله، واعمليها مره واحده بس في الشهر توقع على عيالك. حبيت قلبي لو شرفني وجودك وتعليقك الجميل، شجعوني بقى وتعاموني. كرم الشكر عليكم ان شاء الله، كل سنه طيبين. العمر شو قناتي، شوف لك شير في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.